لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. انت قلت عباكش بدي ساشية تاع درهم اللي قلت الطفل شوف منا ما نرجعش للدار نرجعش هبلته موجد باسبورات موجد سوالح موجد أموراتي نرجعش كنرجع من ثم ندي بنتي تروح داوي بربي إن شاء الله وشو فيها بزاف اللي هاك وظلها بيرو بيني بينه في الإدارة في البيرو قلت له الله يبارك الشيخ ربي يحفظك واسمح لي على الشيء اللي درت معك كاش كلام كاش عفسة كاش قال لي مهم هاي وين هذه راه من عندي الحياة قلت له معليش من عندك ولا من عند المحسنين ولا دبر راسك قال لي هذه مهم راه 20 مليون قلت شيء الصحفية الوقحة اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام التي تعدت حدودها وحدود مهنتها وقاعدة تقاضي في الإمام وتسأل فيه وتصور وتسجل دون علم الإمام هذا امتحان لصفة القاضي بأي حق تقومي بعملية القضاء وعملية التحقيق وتسألي في الإمام وتجاوبي فيه هذا عمل القاضي عمل السلطات القضائية هذا إمام محترم أي مواطن جزائري ما يدكش تتصرفي مع هذا التصرف الشيخ عمر بن زاوي سبحان الله سعى لهذا البنت واش كتب ربي تبارك وتعالى عاونها به ويجي الوالد تاعها يكيل له الاتهامات وصل الشيخ يحلف المنبر بأغلظ الأيمان ويتحدى أنه يجيب هذا السيد والله أي واحد من 58 ولاية في الوطن في ربوع الوطن يجيب أي إنسان يقول أنا مديت للشيخ يتحدى الشيخ رفع التحدي عنده يومين من اللي رفع التحدي قال أي إنسان مدلي يجي سبحان الله وصلت إمام في المنبر يحلف بأغلظ الأيمان إمام عنده سمعة وعنده اسم وعنده أولاد وعنده أهل وعنده والدين وهو من أسرة حاملة للقرآن الكريم من الجنوب الجزائري سبحان الله الحي القيوم إلى أي مستنقع هبطت صحافة العار إلى أي مستنقع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم صنعت قضية الإمام الجزائري عمر بن زاوي والمتهم بسرقة أموال صدق الحدث في الجزائر وذلك بعدما خرج مواطن جزائري من ولاية تيارت أمام العالم وفي قناة النهار الجزائرية وقال أن الإمام جمع لابنته المعاقة أكثر من 500 مليون سنتيم ولم يسلمه منها سوى مبلغ 20 مليون سنتيم ومما زاد غضب الجزائريين هو تصرف صحفية قناة النهار والتي حاولت جاهدة تلفيق التهمة للإمام بن زاوي وتشويه سمعته أمام الجزائريين أين قام هذا الأخير برفع دعوى قضائية ضدهم وضد القناة ودعا ناشط من السلطات الوصية في البلاد إلى ضرورة معاقبة هذه الصحفية والمواطن وإدخاله السجن ليكونوا عبرة لغيرهم ما لا تعرفه عن الإمام الجزائري الذي تعرض لحمل التشويه بعد اتهامه بالسرقة لمع اسم الإمام الجزائري الشيخ عمر بن زاوي في سماء المواقع الإخبارية العربية وشبكات التواصل الاجتماعي بعد اتهامه بالسرقة وتعرضه لحمل التشويه كما تصدر محركات البحث عقب الضجة بشأنه حيث تساءل النشطاء عن سر استماته الكثيرين في الدفاع عنه ولمن لا يعرف الشيخ بن زاوي فهو إمام وخطيب مسجد بدر بسطيف وأحد المدافعين الأشاوس عن القضية الفلسطينية إذ لم ينقطع عن الحديث عنها منذ بدء عملية طوفان الأقصى ودائما ما يخصص مساحة للتذكير بمعاناة أهل غزة وتعرض الشيخ قبل اتهامه بالسرقة لهجمات ذباب المخزن بسبب خطبة نارية عن الحرب المعلنة التي شنها مغاربة ضد إخوانهم الجزائريين من أجل مباراة كرة قدم حيث عمدوا لقصفه بأبشع العبارات بعدما دعاهم للنهضة من أجل استعادة سبته من أسبانيا يقول أبناء المنطقة عنه إنه حول محيط مسجده من مرتفع للفساد إلى دوحة الخير وأخرج شباب الحي من بحور المخدرات إلى جونات العمل
التطوعي بأسلوبه الراقي في التعامل وصدقه وعدم خوفه من السطح بالحق وعن الإنجازات التي شفعت له وذكرها الكثيرون في معرض الدفاع عنه. فقد كان الشيخ الفاضل صاحب فكرة مشروع برج القرآن الذي يعتبر أكبر مدرسة قرآنية في الجزائر، تتربع على مساحة تقدر ب 430 متر مربع وتتكون من 7 طوابق. تم تدشين المدرسة في مطلع العام الماضي من طرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، حيث تم تجهيزها بتقنيات حديثة وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 1200 طالب، وتضامن ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع ومكثف مع الشيخ بن زاوي الذي تعرض مؤخرا لحملة تشويه بعد اتهامه بالسرقة عبر قناة تلفزيونية، إذ أعرب نشطاء عن استياءهم من الهجوم الشرس ضده واتهامه بسرقة مبلغ 450 مليون سنتيم. وظهر رجل عبر قناة تلفزيونية خاصة زعم أن الشيخ قام باستيلاء على أموال الصدقة الموجهة لابنته المعاقة، ما أثار جدلا واسعا بين من يتهم الإمام بالمتاجرة بالدين واستغلال الثقة ومن يدافع عنه ويشهد على حسن أخلاقه. وعدد أهالي المنطقة ممن يعرفون الإمام جيدا خصاله الحميدة وأعماله الخيرية بالقول أنه من وقف على بناء صرح برج القرآن وتنظيم الدراسة فيه بكيفية احترافه ولائقه ومنظمه ورائده، وهو كذلك من وقف على مشاريع خيرية أهمها شراء سيارات أسعاف متطورة بأموال المحسنين، وكان ولا يزال قبلة لكل طالب أعانه أو فقير أو محتاج، فلم يترك صاحب حاجة إلا وسار في حاجته. كما تحدثوا عن دروسه بالمسجد حيث يأتي الناس من كل الجهات لتستمع إلى مواعظه الطيبة الحسنة، وطالبوا مديرية الشؤون الدينية للتدخل وإنصافه، مؤكدين على أن القناة ارتكبت خطأ مهينا وفاضحا. في ذات السياق تحدث الشيخ بن زاوي عن الحادثة وقال أن الرجل جاءه من ولاية تيارت رفقة ابنته فلم يرده وسمح له بجمع المال داخل المسجد ولا يعلم كم أعطاه المحسنون. وتحدى 58 ولاية على المباشر أن يظهر من تبرع بذاك المبلغ الكبير للطفلة المعاقة، وخاطب الرجل بالقول إذا أردت أن تتاجر بابنتك فليس على حساب الإمام. من جانبه أعرب الرجل المتهم للإمام عن ندمه واستعداده للاعتذار بعد الحادثة التي قلبت الشبكات، وقال بأنه في كرب شديد ويفكر في الانتحار لأنه كذب بعدما أغلقت جميع الأبواب في وجهه. وبس كده يا جماعة، نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.